السلام عليكم العائلة ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير، تكونوا بصحة جيدة يا ربي. هذا النهار غنشارك معكم ان شاء الله البلبولة ديال الشعير. انا بعدا كنقول لها البلبولة، وكاين اللي كيقول لها التشيشة ديال الشعير. نخليكم مع المقادير. بسم الله تبارك الله. غادي نديرو بصلة كبيرة مشلضة، ماشي محكوكة، مشلضة. هي ثلاثة طماطيشات مقطعاهم، نقيهم مقطعاهم، بغيت نقص نقطعهم قدامكم باش ما نطولوش الفيديو. هاهم ثلاثة مقطعين، عندنا القزبر معدنوس ما مقطعش مزيان، شوية بينو بين مايان، حنا نخدموه بيدينا حنا بلديين. ربعة ديال الريوس ديال التومة هما ما محكوكينش، مفرومين كما بحال الشكل ديال البصلة. عندنا الفول فيها، ما غاديش نديروه دابا حتى تغلط، نديروه غير الغلا الطاوة وعاد نلوحوه. ها هويا نشارك معكم من بعد. العطرية عندنا معلقة ديال الملحة على حسب الذوق، عندنا نص معلقة ديال الخرقوم، نص معلقة البزار، نص معلقة ديال السكينجبير، ثلاثة المعالق ديال التحميرة. هادشي اللي كاين في ما غادي نديروه قدامكم. عندنا الزيت البلدية هي باش غادي نصبوها. غندير معاكم جوج معالق ديال الزيت البلدية. نزيد واحده اخرى الزيت البلديه، غير مزيان باش كطيب، كطيبوا بها. البلبله الشعير ها هي فزقتها باش ملي نبغي نتغلى ليا يغلى ليا تغلى ليا الطاوان غنلوحها، غادي نغسلها ونصفيها. نتوما الماء مرق، نغلي نمرقها. نتوما حتى تغلى لينا، غلى لنا المرقه تغلى لينا، وعاد نديرو معها الفول، حيت الفول دغيا كيطيب دغيا كيهرى. هانتوما العائله، انا الفول ها هو غادي نديرو دابا، عطاو هي غلات لينا، غادي ندير الفول. والبلبله الشعير هي غنديرها دابا تي باش طيب، ومني طيب غادي نشاركها معاكم ان شاء الله. هانتوما احبابي، ها هما ملي غطيب ان شاء الله غنشاركها معاكم. كتجي زوينه، جربوها، كتجي زوينه وخفيفه. اللي ما كيبغيش يشرب الحريرة الحامضة كتجي خفيفة أحسن من الحريرة الحامضة. معكم غنصيد معكم، عندي جوج خيارات غنقطعهم قدامكم، وعندي جوج حامضات هما قطعتهمش باش مياخدلناش الوقت، قطعتهم نقيتهم وقطعتهم من داك العظم حيدتو ليهم، وقبيطة ديال عريشات ديال النعناع مع الحامض مع الخيار بالجلدي، وندير إيترو ديال الماء. هو عندي هنا نقطع بعدا الخيار، نقطعه بقشرته كنطحنو كنصفيه. نحيد ليه هذه بقات فيها هذه. كنديرو على بقشرته حيت كنصفي.
غادي نديرو الحامض. عندنا علاشات ديال النعناع باش كيجيو البنه كتجي في البنه ديال النعناع. عندنا إترة الماء الخيار بيه سميتو كنصفيه القشور وكنصفيه. عندي هذه دي وغنصفيه وانا راجعه معاكم. السلام عليكم، هانتوما اليوم غادي نشارك معكم طابله ديال الفطور ديالنا. ها نتوما كيف كتشوفوا لي كيش، هنايا الشباكيه، التمر، هنا عندنا الدجاج بحال شكل ديال كنتاكي، هنايا عندنا الحوت، تاكوس، بريوات، بانيني، بريوات باللوز معمرين الداخل، الكبدة، وهاي الحريرة اللي غادي نشاركها معكم حتى هي. كي جاكم هادشي؟ ها يا حبابي الحريره بالولاد الشعلي اللي شاركت معاكم، ها هي النتيجه ديالها غزاله وبصحه والراحه لنا ولكم. ما تنساوناش احبابنا من ابوني ولايك، ما تنساوناش التعاليق، الله يخليكم التعاليق.